ما كله يقال ما يمقرن اللي سيهم ربي تبارك وتعالى، ما كله يقال ما يمقرن لفين ها ربي تبارك وتعالى. هان اللي كله يمقرن اللي سيهم ربي تبارك وتعالى التي كانت التوحيد، أن تعبد ربي سبحانه وتعالى وحدته، أن تنبأ أن ربي تبارك وتعالى يستحق وحدة العبادة. كل من سكر العبادات أتنك في ربي تبارك وتعالى، نقصت أنت ربي تبارك وتعالى، نتقرب لنصرة أنت ربي تبارك وتعالى. كل العبادات اللي نسكر أديرين أدقين في ربي تبارك وتعالى، أقيس أنتون تفوالو يكال المخلوقات، سواء إيقا الملك اللي نقرب ربي تبارك وتعالى، ولا إيقا كالنبي يزوج ربي تبارك وتعالى يستفتي دي الخبي خلوقات نس. كل المسائل العبادات أتنك في ربي تبارك وتعالى. أما ما كل يقرن فين ربي تبارك وتعالى أتيقن الشرك، ها ندور أنت شرك ربي تبارك وتعالى، أدور أنت الدول أنت ضلب كرانيا، ولا نقص ذلك الوطن، ولا أنت ضلب، ولا أنت نس نقوان، أنت نس نقوان، ولا قيس أنت تسير رجاء نسير استغرسي، ولا أنت أساس نوي صدق أساس نكف ذلك المكان ذلك الوطن وذلك الكركور وذلك ترقنت. هان كله ما يستحق لنا مسائل أتيقن ربي تبارك وتعالى. كل ما يحتاج بنادم يفسد ربي تبارك وتعالى، يقصد يكفت الساعي الشرك أتأول تشرك ربي تبارك وتعالى، ولو وليت دارين دار يسحان ولا ذلك هن ولا ذلك شوفن هن كله ما ينقى الشرك ربي تبارك وتعالى، هن كله يتحبط أريد تلوح لعمان بلاد مخاف الكين.